انا بعتولي شخص من واحد من الزملاء، قالوا انت تعالى وتاسف واعتذر وقول ان محمد بن يوسف كان مغرر بيا، كان مغرر بيا. قلت لهم هذا ما يمشيش عليه، تصور شنداره. حتى غير دقيقه حتى المصرف الخارجي خشيتوا فيه كلام تاع مغرر بيا، نحسبها في والله العظيم استاذ احمد، والله 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 العظيم يعني حرفيا. فقلت لهم لا اسف، انا مش محمد حاسب اللي عمل هيك نحو العضويه، ترى شني بدافع تقليص العدد. التقليص في اللغه العربيه يعني تنقيص، يمشي بعدها باسبوعين عين زميلتي، يعني تم تعيين زميلي في نفس مكاني. يعني هذه بلطجه يا استاذ احمد، هذه بلطجه. ما عمرك صار المصرف الخارجي يا ساده باش ولا المصرف الخارجي عنده سمعه، ابنه افاضل، ابنه شخصيات. طيب مش معقوله تجي مجموعه بيرد راهو الحقد والانتقام، عمره ما يبني مصرف ولا ما وعمره ما يبني عمره. سؤالي يا سيد المجدوب، وانت كنت مدير مساهمات، ليش السيد الجمل زاد وضاعف المبالغ اللي يمشوا لتركيا بهذا الشكل؟ شن الفائده؟ ليش مش حتى تركيا استاذ احمد؟ ليش استاذ احمد؟ للبنان، اسف للبنان. سيد المجدوب عاود له على طول بسرعه، بالله عليكم عاود له بسرعه. هذه صيحه المظلوم هذه. ليش المظلوم ما كانش بيخش؟ وين سيد مجدوب غير هلبة مظالمين؟ ليش ما خشوش؟ مجدوب تلقاه يسمع الحلقه تشجع. تلقاه ممكن حس اني متحفظ شوي، ما نسمعش فيك. معي سيد مجدوب ولا لا؟ تحرك ناصره، عاودونا بسرعه لو سمحتوا. الحلقه تحرك الناس، ما يعني ناس ما يسمعوا الظلم ويسمعوا البز هذا اللي صاير بيتحركوا. هذا راجل. طيب ليش يصر السيد الجمل انه هو يجيب فلوس اكثر للبنان؟ ما هو لازم الملف يكون قدام. انا نتوقع يا اما عنده مشكله سيوله، يا اما عنده خسائر بودائع بشاه بيفبرك شيء معين، يا اما بيدمج مع بنك ثاني بيروح في التقييم يكون بنك وعنده وزن. لو كلام فارغ هذا 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 لازم تحقيق في الموضوع هذا، هذا لازم تحقيق في الموضوع هذا. ما تجيش هيك بكل، خاصة أنني ليش نقول هيك؟ لأن ما ردش الودائع لما طلبوها منا، هذه كارثة. لا مش ما رداش، دار لهم إشارة حمراء هيك خطأ. هذه معناها في شخص في مشكلة شخصية يعني. يعني فاقد الصواب هذا، ما فيش نقول كلمة ثانية، فاقد الصواب. هناك واحد يدير هيك كروس بالأحمر، قلت أنت بالأحمر على رسالة رسمية، شنو هذا؟ شنو هو هذا؟ كيف يا سبحان الله؟ هذا المفروض اما خلينا نسكت خير. طيب شباب، انا بنمر مرور الكرام على انا الحقيقه واحد من الناس اللي وقفت معاه حتى وسمعت منه سيد عمر الحجاج، واعتقدت انه هو حيدير شيء مخالف للي قاعد يدير فيه توا. السيد عمر الحجاج يعني من اول ما جو الجماعه كانوا كلهم على العضويات تركيزهم، شد رئيس مجلس اداره ومدير عام لشركة اسمها دوموريكو اللي تملك فندق روتانا في بيروت، رئيس مجلس إدارة ومدير عام. توا جديدة هذه، هم أصلا جو أول ما جو نقزوا على عضوياتهم نحو زوز مفار. اسمح لي نعلق عليها، أنت لجنة إدارة مؤقتة 6 شهور قابلة للتجديد مرة واحدة، ما عندكش علاقة بأنك تقعد تقلب الدنيا كلها وحقاد ومشاكل وحساب تصفية حسابات. توا السيد عمر الحجاج وكعبار وجمال ما يتكلم، السيد السادة هذا كلهم سادة ما يتكلموش بسبب خلافات على العضويات. خلينا نرجع السيد مجدوب. سيد مجدوب اسف جدا على الانقطاع يا سيد. طيب سيد مجدوب بنسالك، بنختصر الوقت، نحاول نستغل الوقت معاك. ليش لما طلبتوا الفلوس من لبنان، ليش في رايك السيد جمل ما جابهمش هذاك الوقت وجنبنا خساره 700 مليون دولار؟ ليش؟ السيد جمل هو تحجج بان المصرف المركزي او مصرف لبنان المركزي رفض ان هو يعطيه الاذن بالترجيع، ولما سالنا من مصادرنا اتضح ان الكلام هذا ما فيش منه، وانه هو مجرد ان اخذ المصرف المركزي او مصرف لبنان شماعه اللي بفوق لي، لان هو تعرف عند الامور كلها هو ون مان شو، هو ون مان شو ويقول لك اللي من فوق عندي المطر بس، لكن في الواقع الحق مش فيه، هو الحق اللي مخلينا يرتع زي ما يبي يعمل زي ما يبي. من صور عنده من اللي مخليه يرتع زي ما يبي؟ ولي نعمته. من هو غير ولي نعمته؟ اللي هو كبيرهم الذي علمهم السحر، الصديق الكبير. هذا الرجل غير قانوني، هذا الرجل
هو معزول من البرلمان.